بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة محاصيل الحقل. في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا مع بعض عن عمليات إعداد الأرض للزراعة، وعرفنا ايه هي إعداد الأرض للزراعة وايه هي العمليات اللي هي بتتم، وأخذنا الحرث والتسوية والتخطيط والتقسيم وكل الحاجات اللي هي خاصة بعملية إعداد الأرض للزراعة. طيب احنا بنعد الارض علشان خاطر نزرع، دلوقتي احنا عايزين اي محصول بعد ما عملنا ليه عملية اعداد للزراعة عايزين نزرع، فهنزرع بايه؟ هو ده عنوان حلقتنا النهاردة اللي هي طرق الزراعة المتبعة ايه في مصر. ايه هي طرق الزراعة والتعريف بتاعها من خلال حلقتنا النهاردة؟ ان شاء الله عايزكم نركز مع بعض شوية ونجيب ورقة وقلم ونكتب، وعايزك برضو تكون نشط كده لان احنا هنخرج للمزرعة اكتر من مرة. ليه؟ علشان خاطر احنا هنشوف الشغل بتاعنا على صور وشغل ايه واقعي في عمليات في عمليات او طرق الزراعة المتبعة عندنا هنا ايه موجودة ايه في مصر. تعالوا نشوف مع بعض تعريف طرق الزراعة. ايه هي وتعريف طرق الزراعة؟ هي العملية التي يتم بها وضع التآوي في التربة بعد خدمتها وتجهيزها كمرقد مناسب وصالح لإنبات التآوي. يبقى هي العملية التي يتم بها إيه؟ وضع التآوي فين في التربة بعد إيه؟ بعد خدمتها وتجهيزها كمرقد مناسب إيه؟ وصالح لإنبات إيه؟ التآوي. عشان كده إحنا لما اتكلمنا وقلنا تعريف إعداد الأرض للزراعة، قلنا إيه هو إعداد الأرض؟ قلنا هو إعداد مهد ملائم لإنبات ايه البذور او لانبات ايه التقاوي. يبقى انت كده جات عن طرق الزراعه كملت التعريف بتاعها، يبقى هي العمليه التي يتم بها وضع التقاوي فين في التربه بعد خدمتها وتجهيزها كمرقد مناسب وصالح ايه لانبات التقاوي. طيب ايه النقطه اللي بعد كده؟ العوامل التي تحدد او تحتم على المزارع تحديد طريقه الزراعه. انا علشان اقول لك اتبع طريقه معينه من الطرق اللي احنا هنعرفها باسمائها المختلفه، ايه هو اللي هيخليك تختار العملية ديت او تحتم عليك؟ ايه هي الشروط ديت او ايه اللي اجبرك انك انت تتبع الطريقة ديت ايه بالذات؟ تعالوا نشوف مع بعض العوامل اللي تحدد اختيار طريقة الزراعة. رقم واحد التقاوي، نوع التقاوي. يعني ايه نوع التقاوي؟ يعني انا عندي فيه تقاوي حجمها كبير، عندي فيه تقاوي حجمها صغير والكسرة بتاعتها قوية زي البرسيم المصري، في حبوب كبيرة زي الفول البلدي والذرة الشامية، في بعض التقاوي تحتوي على نسبة عالية من الزيت فبتحتاج كمية مية ايه قليلة. كل ديت عمليات ايه ممكن تحصل في التقاوي بتخليني احدد طريقة الزراعة اللي انا هحطها بيها ايه في التربة علشان يحصل ليها عملية ايه انبات. تاني حاجة نوع المحصول وكثافة نموه، اللي هو زراعة كثيفة أم يحتاج إلى مسافات إيه واسعة. يعني نوع المحصول إزاي نوع المحصول يتحكم فيا؟ أنا دلوقتي على سبيل المثال هناخد محصولين، محصول الذرة الشامية، المحصول ده بيتم زراعته في جور على خطوط، هزرعه إيه على خطوط ويكون بين الجورة والتانية مسافات، يعني هنا إيه مسافات. إذا طريقة الزراعة بتاعته هتختلف معايا عن محصول القمح اللي أنا هزرعه عفير بدار، والمسافة ما بين الحبوب هتكون إيه أو المسافة بين النباتات هتكون أقل من 5 سنتي إيه ل 10 سنتي. ليه؟ لأنك أنت زرعتها إيه بدار، دي اسمها زراعة إيه كثيفة. يبقى هنا نوع ايه؟ نوع المحصول وكثافة النمو. اذا كانت محاصيل كثيفة النمو، ايه هي محاصيل كثيفة النمو؟ اللي هو البرسيم، الشعير، القمح، الارز، دي اسمها محاصيل ايه؟ كثيفة إيه؟ النمو. ولكن المحاصيل التي تزرع على مسافات زي الفول البلدي، الذرة الشامية، الذرة ايه؟ الرفيعة، القطن، السمسم، دوار الشمس، كل ديت محاصيل بتزرع ايه على مسافات. يبقى هنا نوع المحصول معايا حدد نوع الطريقة اللي انا هزرعه ايه بيها. تعالوا نشوف الرقم 3 نوع التربة. ايه هو نوع التربة؟ نوع التربة بيحدد لي ازاي اذا كانت خفيفة ام ثقيلة ام صفراء. يعني انا عندي التربة الطينية بتبع فيها طريقة زراعة تختلف عن التربة ايه الرملية. على سبيل المثال لو احنا اخدنا محصول البرسيم المصري، محصول البرسيم المصري يزرع بدار على اللمعة، يعني بدار على اللمعة يعني محتاج ان انا املى الارض مية الاول وابدر فيها ايه التقاوي، فمش هينفع ان انا املى في الارض الرملية الارض مية وابدر ايه التقاوي بتاعتي. او على سبيل المثال محصول الارز عندي، محصول الارز عندي بيحتاج مية ايه كتير، فبالتالي بيزرع في الارض الطينية، ما ينفعش اروح ازرعه ايه في الارض الرملية لان قدرتها على الاحتفاظ بالمية ايه ضعيفة، فمش هيستنى ايه مية حوالين ايه الارز. يبقى عندي هنا نوع التربة اذا كانت خفيفة ام ثقيلة ايه او صفراء.
عيوب الأرض من حيث الملوحة أو القلوية أو كونها تربة إيه جيرية، يعني أنا عندي الأرض الملحية تختلف في طريقة الزراعة عن الأرض القلوية أو التربة إيه الجيرية. ليه؟ لأن أنا مثلا على سبيل المثال أنا لما أقعد أزرع التقاوي بتاعتي أنا هحتاج إن أنا أدوب الملح اللي هو موجود في الأرض أو أزيب كمية الأملاح اللي هي موجودة حوالين مركز إيه البذرة في الأراضي الملحية، فبالتالي أنا هختار طريقة مناسبة للعملية ديت، وهنعرف الطرق المناسبة لكل نوع إيه من أنواع الأراضي من خلال دراستنا لطرق الزراعة إن شاء الله. النقطة اللي بعد كده وجود الحشائش الحولية بشكل وبائي أم لا. أنا عندي الأرض بتاعتي موبوءة بالحشائش فيها كمية حشائش كتيرة، طب أنا عايز أتخلص من الحشائش ديت أنا هعمل إيه؟ فأنا في الحالة ديت هستخدم طريقة الزراعة الحراثي. يعني إيه طريقة الزراعة الحراثي؟ يعني أنا هجهز الأرض وهعدها وأحط لها السماد بتاعها وهرويها ريا كدابة، وهرويها ريا إيه؟ كدابة، فهتبدأ النباتات بتاعتي تنبت، الحشائش بتاعتي تنبت. الحشاش لما هتبدأ تنبت هاجي حارة الأرض تاني وهبدر ايه التقوي، يبقى أنا تخلصت بجزء ايه كبير من الحشائش اللي هي كانت طالعة في الطريقة دي، فبسميها طريقة ايه حراتي، وهنعرفها وهندرسها وهنشوف ايه عيوبها وايه ومميزات كل طريقة معانا ايه إن شاء الله. النقطة اللي بعد كده توقيت الزراعة من حيث التأخير أو التبكير. فأنت إذا كنت مؤخر أو مبكر في ميعاد الزراعة بتاعك فأنت بتختار الطريقة اللي هتكون أسرع في الإنبات علشان تلحق الموسم إيه بتاعك، ولكن لو أنت زرع زراعة بدري بتختار الطريقة إيه المناسبة المريحة خالص علشان أنت كده كده زرع إيه بدري ومش هيحصل إيه النبات بتاعك مش هيتعرض إيه لأي ظروف جوية إيه خارجة عن النطاق أو خارجة عن المعدل من حيث إيه عملية التبكير أو التأخير في الزراعة. النقطة اللي بعد كده طرق الزراعة المتبعة في مصر. ايه هي طرق الزراعة المتبعة في مصر؟ تعالوا نشوفها بقى معانا بالتفصيل. أولا طريقة الزراعة العفير. يعني ايه زراعة عفير؟ وانت بتقرأ كده معاك في الكتاب المدرسي بتاعك هيلاقي كلمة عفير كتير، بس العفير ده بيختلف من أنواع من نوع للتاني، فهنعرف ايه هي الزراعة العفير. فتعريف الزراعة العفير هي زراعة البذرة جافة في أرض جافة ثم الري، ويطلق عليها الزراعة ايه الجافة. يبقى تعريف الزراعة العفير هي زراعة البذرة جافة في أرض جافة ثم الري، ويطلق عليها الزراعة إيه الجافة. بمعنى أنا حرضت الأرض بتاعتي وجهزتها، الأرض كده جافة، همسك التقاوي بتاعتي هزرعها في الأرض من غير ما أضيف للتقاوي مية، ومن غير ما أضيف مية في الأرض يبقى كده دي جافة ودي جافة وزرعتها، يبقى دي الطريقة إيه اتسمت عفير. ليه؟ لأن أنا مش بستخدم المية خالص غير بعد ما بجري عملية إيه الزراعة بتاعتي وأخلصها وأبدر إيه التقاوي، أبدأ أنزل إيه المية بتاعتي، فكده الزراعة اسمها ايه زراعة ايه عفير. يبقى هي زراعة بذرة جافة في أرض جافة ثم الري، يبقى دي الزراعة ايه العفير. الزراعة العفير عندي هتتقسم ايه لعدة أنواع، وفي عوامل هتحتم عليا اتباع الزراعة العفير. ايه هي العوامل اللي بتحتم عليا الزراعة العفير؟ رقم 1 إذا كانت الأرض خفيفة أو رملية، يعني الأرض الرملية هزرع فيها عفير بكل ايه أنواعه، يبقى الزراعة الرملية هزرع فيها ايه عفير كده. ليه؟ لأن الأرض الرملية عندي قدرتها على الاحتفاظ بالمية ايه قليل، فأنا ما ينفعش أزرعها على اللمعة أو أزرعها شتل أو ايه الحاجات ديت، فبالتالي هضطر أحط البذرة الأول وأنزل عليها ايه المية. يبقى إذا كانت الأرض خفيفة أو رملية. تاني حاجة في حالة الأرض الملحية، إذا كانت الأرض بتاعتي ايه ملحية فأنا هزرع هنا ايه بالطريقة ايه العفير. ليه؟ علشان خاطر الارض هنا هتبقى فيها نسبه ملوحه ايه عاليه، فانا هحط البذره فالميه ديت هتعمل لي هتدوب لي الاملاح وتبعتها عن مركز ايه البذره، فبالتالي النبات بتاعي ايه هتبدا تنبت. رقم 3 اذا كان ميعاد زراعه متاخر، لو انا متاخر هزرع عفير. ليه؟ لان هي اسرع طريقه هحط بيها البذره في الارض وهبدا ايه اجري عليها ايه عمليات الزراعه. النقطه اللي بعد كده خلو الارض من الحشائش، لو الارض عندي نظيفه ما فيهاش حشائش هزرعها ايه عفير، ولكن لو فيها حشائش كتيره هزرعها ايه حراتي. 5 في حاله استواء سطح التربه، الارض عندي مستويه هزرع عفير ما فيهاش اماكن مرتفعه ايه او منخفضه. طيب انواع طرق الزراعه العفير. الزراعه العفير دي اتقسمت لعده انواع، هنشوف الانواع بتاعتها ايه والطريقه. ليه؟ لان انا هزرع عفير لكل محصول ليه طريقة الزراعة ايه بتاعته، وهي تختلف عن المحصول ايه التاني. تعالوا نشوف طرق الزراعة العفير. ايه هي؟ رقم 1 الزراعة عفير بدار. يعني ايه عفير بدار؟ يعني انا هبدر التقاوي جافة في ارض جافة ثم ايه الري.
تعالوا نشوف التعريف بتاعها. تعريف طريقة الزراعة العفير بدار: هي بدار التقاوي جافة ثم التزحيف لتغطية التقاوي وتقسيم الأرض ثم إيه الري. يعني أنا بزحف تزحيف خفيف كده عشان أعمل إيه تغطية إيه للبذور بتاعتي، وبعد كده أروي إيه الأرض. يبقى تعريف الزراعة العفير بدار: هي بدار التقاوي جافة ثم التزحيف لتغطية التقاوي وتقسيم الأرض ثم إيه الري. دي صورة بتوضح لي شكل المزارع او شكل العامل وهو بيبدر التقاوي ايه بتاعته. زي ما انت شايف شكل التقاوي هي ايه بتتبدر، ارض جافة ما فيهاش مية، والتقاوي كذلك الامر ايه جافة. بس ايه رأيك تعال نشوف مع بعض الفيديو ده هيوضح لي طريقة الزراعة العفير بدار. احنا دلوقتي الارض جافة هيت ومتخططة وجاهزة، وانا ببدر التقاوي فيها، ببدرها في اتجاهين ايه متعامدين. ده من شروط الزراعة ايه العفير بدار علشان يحصل تداخل للتقاوي مع بعضها وما يحصلش وما يظهرش عندي بعد كده ايه اماكن فاضية بدون تقاوي او بدون زراعة. زي ما حضراتكم شايفين الصورة بتوضح، ادي الارض واضحة جافة، التقاوي في ايد المزارع جافة وبدأ يبدر التقاوي ايه بتاعته. يبقى كده الزراعة بدار ايه عفير، اللي هو بدار بذرة جافة في ارض جافة ثم ايه ثم الري. اهم المحاصيل التي تزرع بهذه الطريقة ايه هي؟ اهم المحاصيل القمح والشعير والحلبة. اهم المحاصيل التي تزرع بهذه الطريقة قمح وشعير وحلبة. ليه قمح وشعير وحلبة؟ لان ديت بتزرع ايه زراعات كثيفة، والبرسيم برضو بيزرع ايه من ضمن الزراعات ايه الكثيفة. يبقى القمح والشعير والحلبة من اهم المحاصيل التي تزرع عفير بدار. عفير ايه بدار. النقطة اللي بعد كده الزراعة العفير تصدير. تاني نوع معايا الزراعة العفير ايه تصدير. اول ما تيجي كلمة تصدير في دماغك يبقى تعرف ان هنا هزرع البذرة بتاعتي في ايه في سطور، هستخدم سطارة، هستخدم ايه سطارة. والمثل الحي على هذا الاساس اللي هو محصول ايه القمح. تعالوا نشوف تعريف طريقة الزراعة العفير تصدير: وفيها تستخدم آلات التصدير اللي هي سطارات، وهي آلات تجرب الجرار وتوضع التقاوي وتضع التقاوي في سطور تختلف المسافة بينهما 15 إلى 20 سنتي، وتوضع التقاوي على أبعاد من 2 إلى 5 سنتي. يبقى ده تعريف الزراعة إيه؟ زراعة عفير تصدير تستخدم فيها آلة التصدير اللي هي سطارة، وتجرب إيه؟ باستخدام جرار، وتوضع التقاوي في سطور تختلف المسافة بينها إيه؟ من 15 إلى 20 سنتي، وتوضع التقاوي على أبعاد من 2 إلى 5 إيه؟ سنتي بين النبات والتاني. يبقى المسافة بين السطور كانت من 15 إلى 20 إيه؟ سنتي. ده صورة بتوضح لي شكل أو أنواع السطارات. السطارة اللي على إيدك اليمين ديت دي نموذج أساسي للسطارات، اللي على إيدك الشمال ده برضو نموذج من السطارات، وده شائع اللي هتلاقيه عندك في المدرسة وهتشوفه وهيكون واضح إيه جدا علشان تعرف الاختلاف ما بين الشكل والحجم بتاع إيه السطارات. يبقى الصورتين بتوضح لي أنواع سطارات إيه مختلفة ممكن تشوفها إيه في أماكن محطات الميكنة، ممكن تشوفها في الجمعيات الزراعية في قسم الهندسة والورش عندك في المدرسة، هتشوف إيه السطارات إيه لو موجودة إيه عندك. النقطة اللي بعد كده تعالوا نشوف ده فيديو هيوضح لي الشغل بتاع السطارة. أنا ببدأ أعبي السطارة بتاعتي، الجرار موجود أهوت، احنا قلنا ايه السطارة آلة تجرب بواسطة ايه الجرار، وبتستخدم بسوي لها الارض زي ما شفتوا معايا الكاميرا جابت لي المساحة او الاريا اللي هي هيتم زراعتها ايه تسطير، وابدأ اعبي الصندوق بتاعي بالتقاوي. الصندوق بتاع السطارة عامة متوسط كمية التقاوي اللي بتتحط فيه حوالي 125 كيلو جرام. 125 ايه كيلو جرام. الفدان في التصدير بياخد 40 كيلو جرام من تقاوي القمح. اذا هنا انا عندي الفدان الملوة السطارة اللي هي اتملت ديت ال 125 هتزرع معايا كام فدان؟ هتزرع معايا 3 فدادين قافلين، 3 فدادين بالظبط. ليه؟ لان الفدان بياخد ايه؟ بياخد 40 كيلو. دي مهارة اسمها مهارة معايرة السطارة. يعني ايه معايرة السطارة؟ يعني انا بتأكد من ان جميع انابيب البذور شغالة، بحرك عجلة الادارة او الحركة اللي بتستمد منها القدرة السطارة اللي هي ناحية اليمين
ابدا احركها، فتبدا الحبوب تنزل ايه من انابيب ايه الحبوب، فتاكد كده ان السطاره عندي بتاعت شغاله ومفيش سطر منها هيطلع ايه باير او هيطلع ايه بدون بذور. زي ما حضراتكم شايفين دي طريقه العمل بتاعت السطاره. ادي الجرار سحبها وبدا ايه يمشي بيها، ادي السطور بدات توضح. الانابيب ديت بقى وظيفتها زي ما احنا شفناها في المعايره انها بتوضع البذره فين؟ في السطر بتاعك. المسافة ما بين السطر والتاني من 15 إلى 20 سنتي، المسافة ما بين البذرة والتانية فين؟ في داخل السطر من 2 إلى 5 إيه سنتي. زي حضراتكم ما شايفين بتحتاج مساحات إيه كبيرة اللي هي الزراعة إيه التسطير، وزي حضراتكم ما شايفين معايا في الصورة بتوضح لنا طريقة عمل إيه السطارة أو الزراعة إيه بطريقة إيه التسطير. زي حضراتكم ما أنتم شايفين معايا بيروح رايح جاي في الأرض بتاعته، بتزرع ممكن العشر فدادين تزرعهم إيه خلال ساعتين ثلاثة. ليه؟ لأن الجرار إيه بيكون سريع ومحتاج عامل ماهر بحيث إنه المشوار اللي هياخده يكون مستقيم زي المسطره زي حضراتكم ما شايفين في الصوره كده، وما فيش اي تعرجات ايه للسطور. يبقى احنا مع بعض شفنا اللي هي طريقه الزراعه التسطير واستخدام ايه السطاره. اهم المحاصيل التي تزرع بهذه الطريقه او التي تزرع تسطير ايه هي؟ القمح والبرسيم الحجازي والشعير. قمح وبرسيم حجازي وشعير دول دايما بيتزرعوا ايه بالسطاره، خصوصا في الاراضي اللي هي الاراضي ايه الجديده. احب ازرع ايه بالسطاره علشان خاطر ايه اغطي ايه التقاوي بتاعتي، وبعد كده انزل ايه الميه عليها فيحصل عمليه ايه الانبات. ليه؟ لان انا دلوقتي في الاراضي الجديده لو نزلت ميه قبل كده وما اقدرش ازرع بالطريقه ايه الحراتي، هيبقى عندي هدر جامد وكبير في كميه الميه ايه اللي هستخدمها ايه في الري. النقطه اللي بعد كده مميزات الزراعه التسطير. ايه هي مميزات الزراعه التسطير؟ اول حاجه رقم واحد توفير كميه التقاوي بالمقارنه بالطرق الاخرى، بحيث ان الفدان بتاع القمح لما احنا اتكلمنا وقلنا الفدان معايا بياخد من 40 الى 70 كيلو جرام للفدان. طب 40 ليه؟ 40 في التسطير ولحد 70 50 و60 و70 للطرق ايه التانية. يبقى توفير كميه التقاوي بالمقارنه بالطرق ايه الاخرى. اتنين، انتظام المسافات بين السطور وكذلك المسافات بين النباتات داخل ايه السطر. رقم ثلاثة، التحكم في عدد النباتات في وحدة ايه المساحة، يعني انا اقدر اتحكم في عدد النباتات في وحدة ايه المساحة من حيث ضبط ايه انابيب ايه وتروس التلقيم بتاعة انابيب البذور اللي هي بتنزل لي ايه التقاوي ايه في السطر. تساعد في استخدام آلات الخدمة بعد الزراعة، يعني انا اقدر استخدم السمادة واقدر استخدم العزاء بعد كده ايه بمنتهى ايه السهولة. رقم خمسة، يمكن التحكم في معدل التقاوي المراد ايه زراعتها، يعني انا لو عايز انزل كمية تقاوي كبيرة اقدر اتحكم فيه او اقلله. ستة، قلة التكاليف في المساحات الكبيرة، زي ما شفنا الجرار ممكن يشتغل 10 فدادين في ساحتين، طيب العمال هيشتغل لك ال10 فدادين في قد ايه؟ سبعة، توفير الايدي العاملة. توفير ايه الايدي العاملة؟ يعني احنا ملينا السطارة بالتقاوي والجرار سحب هو عامل واحد بس على الجرار وشغال زرع العشر ايه فدادين بتوعي. الطريقة اللي بعد كده رقم ثلاثة، الزراعة عفير في جور في صفوف. الزراعة عفير في جور في صفوف، يعني ايه عفير في جور في صفوف؟ يعني انا كنت زرعت هناك تسطير وكانت المسافة ما بين السطر والتاني من 15 الى 20 سنتي، المسافة ما بين النبات والتاني داخل السطر كانت من 2 الى 5 ايه سنتي، ولكن لما اتكلم اقول عفير في جور في صفوف، اذا انا هزرع هنا ايه صفوف زي التصير، بس المسافة ما بين الصف والتاني هتبقى ايه اكبر، يعني هتكون حوالي 60 سنتي ما بين الصف ايه والتاني. المسافة ما بين الجور او المسافة ما بين النبات والتاني هتتراوح ما بين 15 الى 25 سنتي حسب نوع المحصول. تعالوا نشوف التعريف بتاع الطريقة ديت. وفيها تستخدم العمال في الزراعة بعد تقسيم الارض الى احواض وشرائح، ويتم وضع البذور في صفوف على مسافات متساوية، ويمكن استخدام الآلة في الزراعة اللي هي ايه البلانتر. يبقى في التسطير انا استخدمت ايه السطارة، ولكن في الزراعة عفير في جور على صفوف لو استخدمت الآلة اسمها ايه بلانتر، يعني انا عندي بلانتر وعندي سطارة، الاتنين يستخدموا في طرق الزراعة ايه العفير حسب نوعية ايه كل آلة منهم. ده شكل بيوضح لي للسطور، ده شكل بيوضح لي ايه النبات الذرة بعد ما تم زراعته ايه في السطور، والجرار بيجري عملية العزيق والتسميد ايه لمحصول ايه الذرة
بعد عملية الزراعة ايه في صوته. تعالوا شوف معايا، ده فيديو هيوضح لي طريقة عمل البلنتر. ده بلنتر بيزرع على مسافات اللي هي السطور بتاعتي، خلي بالك على ايدك الشمال فيه مؤشر بنفس المسافة ما بين العجلة والتانية او انبوب التقاوي والتاني، ده هيكون العلامة او المؤشر بتاعه في المرة ايه الجاية او في العودة ايه بتاعته، لان هو بيحدد له السطر اللي هو ايه هيزرع عليه. يبقى هيرجع عليه هينزل الانبوب الاولاني في اللفة في المكان ده، بيتم ملء الصندوق بده بالتقاوي وتبدأ تشتغل برضه، وبتبدأ ايه تنزل حبة بعد ايه حبة، وبتاخد السرعة بتاعتها برضو عن طريق العجلة ايه قدام، وده المؤشر اللي بيحدد لي السطر القادم او السطر اللي هيرجع ايه عليه. اهم المحاصيل التي تزرع بهذه الطريقة ايه هي؟ اهم المحاصيل الذرة الشامية، الفول البلدي، الفول السوداني. اذا هنا اللي استخدمت فيه البلانتر كان حجم التقاوي بتاعته كبير، اللي استخدمت فيه الستارة كان حجم التقاوي بتاعته ايه صغيرة. لما قلنا قمح شعير برسيم حجم الحبة ايه صغير، ولكن لما استخدم البلنتر هنا استخدمت الزراعة عفير فجور على في صفوف، حجم بذرة او حجم التقاوي كان ايه كان كبير، اللي هي الذرة الشامية، الفول البلدي والفول ايه السوداني. النقطة اللي بعد كده الزراعة عفير فجور على خطوط، الزراعة عفير فجور على خطوط. ايه هي الزراعة عفير فجور على خطوط؟ يعني انا هيكون عندي خطوط وهبدأ ازرع التقاوي بتاعتي ايه فجور. تعالوا نشوف تعريفها. تعريف طريقة الزراعة العفير فجور على خطوط، توضع التقاوي فجور والتغطية عليها ثم الري، وذلك في حالة الزراعة ايه اليدوية. والتقاوي في هذه الطريقة قد توضع في ريشة واحدة من الخط احد جانبيه، او توضع على الريشتين على جانبي الخط. يعني انا ممكن اعمل ايه ازرع على الناحيتين، وممكن ازرع على ناحية ايه واحدة، وكذلك الامر ممكن اضم الخطين على بعض وتسمى مصطبة ويتم الزراعة ايه على المصاطب. تعالوا نشوف مع بعض، ده فيديو هيوضح لي طريقة الزراعة في جور على خطوط، بس ديت المحاصيل الكثيفة. انا بقى ممكن دلوقتي الطرق الجديدة اللي دخلت مصر ان انا ازرع القمح في جور على خطوط، بس زراعات ايه كثيفة زي حضراتكم ايه ما بتشوفوا على جانبي ايه الخط، بزرع الجنب ده والجنب ده زي ما واضح ايه في التصوير معانا وفي عملية ايه الزراعة، ان تم تقسيم الارض الى خطوط وهبدأ أزرع إيه المحصول بتاعي في جور إيه على خطوط. يبقى ديت طريقة الزراعة عفير في جور على خطوط. عفير ليه؟ لأن البذرة جافة، وإيه كمان؟ الأرض بتاعت إيه جافة، تراب زي ما هي لسه ما فيش مية نزلت إيه فيها. يبقى الطريقة اللي إحنا شايفينها ديت في الفيديو قدامنا اسمها طريقة الزراعة عفير في جور على خطوط. إحنا هنا بنزرع إيه؟ على جانبي الخط، بنزرع على جانبي الخط. طيب انا ممكن ازرع العفير في جوار على خطوط بطريقه تانية، ممكن ازرعها على مصاطب. ايه هي المصاطب؟ ان انا بضم الخطين على بعض واعملهم ايه مصبه، بتسمى ايه مصبه، ابدا الزراعه ايه عليها. تعالوا نشوف ديت الزراعه على مصاطب في الارض بدون خدمه، دي طريقة الزراعة عفير في جوار على مصاطب. شايف عرض المصبة قد ايه؟ عرض خطين بتوصل لحوالي 120 سنتي، وديت في ارض بدون خدمه. يعني ايه ارض بدون خدمه؟ يعني انا عندي الارض نظيفه وكويسه ما فيهاش حشائش، وانا ممكن ازرع على خطوط المحصول السابق، فهبدا ازرعها كده ايه عفير في جور زي حضراتكم ما انتم شايفين معايا في الفيديو اللي هو بيوضح ديت طريقه الزراعه العفير على ايه مصاطب، ولكن المصاطب ديت في ارض بدون ايه بدون خدمه. يعني ايه بدون خدمه؟ يعني ارض المحصول السابق لم يتم ايه حرثها. واضح جدا الارض عندي ايه نظيفه ما فيهاش اي مشاكل، مستويه ما فيهاش اي عيوب، اقدر ازرع الطريقه ايه بالطريقه دي معايا ايه فيها. يبقى انا زرعت كده العفير في جور على خطوط وعفير في جور ايه على مصاطب. تعالوا نشوف مع بعض النقطه اللي بعد كده، اهم المحاصيل التي تزرع بهذه الطريقه ايه؟ الذره الشاميه والقطنه، الفول البلدي، دوار الشمس والسمسم. يبقى الذرة الشامية والقطن والفول البلدي ودوار الشمس وايه والسمسم من اهم المحاصيل اللي بتزرع ايه عفير في جور على خطوط او على مساطب. تعال ثانيا طريقة الزراعة الحراثي. يبقى احنا اتكلمنا كده في اول طريقة الزراعة العفير، وشفنا انواع الزراعة العفير، قلنا الزراعة عفير في جور على خطوط، الزراعة عفير تسطير، الزراعة في جور ايه في صفوف. هنخش على تاني طريقة اللي هي الزراعة ايه الحراثي.
علشان نعمل مقارنة ما بين الزراعة العفير والزراعة الحراتي. الزراعة العفير قلنا هو وضع البذرة جافة في أرض جافة ثم الري. طيب الزراعة الحراتي تعرفها هيقول لنا إيه؟ هي زراعة البذرة مبتلة اللي هي منقوعة أو مكمورة في أرض جافة أو رطبة سبق ريها، وتحتوي على نسبة من الرطوبة كافية إيه للإنبات. يعني شرط أساسي إن الأرض هنا يكون فيها نسبة رطوبة كافية إيه للإنبات. هنقع البذرة في المية أو هجهز شاتلة وأزرعها، ولكن بعد ما أروي الأرض وأستناها تجف شوية وأبدأ إيه أزرعها، بشرط إن يكون في نسبة إيه نسبة رطوبة كافية إيه للإنبات. دي صورة بتوضح لي الزراعة الحراتي زمان بالمحرات البلدي، عشان كده الفول بتاعنا الفول البلدي اتسمى فول ايه حراتي. ليه؟ لان كان بيتزرع بالطريقة ايه الحراتي. كان زي ركز معايا في الصورة، هتلاقي فيها عامل ساحب المحرات البلدي، والعامل التاني معاه التقاوي وراه بيزرع حاجة اسمها تلقيط خلف المحرات في الزراعة ايه الحراتي. تلقيط خلف ايه؟ خلف المحرات. الصورة بتوضح لي جدا الارض وهي متخططه، والجزء اللي هو ايه مش متخطط، والعامل ورا ماسك ايه التاوي وبيبدر التاوي ايه ورا او بينزلها ايه ورا. طيب ايه تاني معانا؟ طب تعالوا نشوف معانا الصوره ديت والفيديو ده هيوضح لي زراعه البصل بطريقه حراتي، ان ارض سبق ايه ريها واستنيتها شويه لما بدات تجف، وبدات اعزقها بالعزاء زي ما انتم شايفين علشان خاطر ازرع ايه البصل بتاعي. ديت طريقة من طرق زراعة ايه البصل. انا عايزك تركز معايا، شوف المكنة ديت وهي شغالة، وهنشوف بعد ما حرتت الارض، شوف منظر الارض اهي، شوف نسبة الرطوبة. الارض فيها ايه؟ فيها نسبة رطوبة كافية ايه للانبات، فيها نسبة رطوبة كافية للانبات. طيب بعدها حصل ايه؟ بعدها حصل ادي العمال عندك والمزارعين بيرصوا في الخط، في بطن الخط، ويبدأ يقطر او يرص شتلات البصل زي ما انتوا شايفين بالترتيب كده، ويجي واحد تاني وراه ايه يغطيها. احنا هنركز مع بعض، شوف معايا دي في طريقة من طرق الزراعة، ولكن احنا جبناها علشان نوضح لك شكل الارض وهي فيها نسبة كافية ايه للانبات، فيها نسبة رطوبة كافية ايه للانبات. زي ما حضراتكم شايفين تم تقطير الشتلة او تم سرسبة الشتلة، ويجي عامل يغطي، عمل خط، التاني جاي وراه بنفس ايه بنفس العملية، يبدأ زراعة ايه رص ايه شتلات ايه البصل. ده البصل بعد كده هيطلع يتسمى البصل بقى اللي انت هتستخدمه في التغذية بتاعتك، البصلة ايه الكبيرة. يجي عامل تاني غطى الخط ده وعمل خط ايه جديد. يجي العامل التالت اهو زي ما انتوا شايفين سلسلة ايه شغالة، والعامل التاني ماسك المكنة أو العزاء الصغيرة بيبدأ يحرث الأرض ويقلب الأرض علشان خاطر يطلع لي نسبة الرطوبة اللي هي تكون كافية اللي احنا اتفقنا عليها ايه لإنبات ايه التقاوي، لإنبات ايه الشتلات، وتكملة فترة حياة ايه النبات. تعالوا نشوف بعد كده النقطة اللي جاية، خطوات تنفيذ الزراعة الحراتي. ازاي انفذ انا الزراعة الحراتي بقى؟ رقم واحد، خدمة الأرض وتجهيزها للزراعة ثم ريها. يعني أنا حرطت الأرض وجسها ورويتها، زي احنا ما شفنا في بداية الفيديو الأرض كانت محروتة وشاربة مية، وبدأت إيه في الجفاف إيه شوية، وجبنا العزاء وبدأت إيه تقلبها، وجبنا المحرات وبدأ إيه يقلبها. تاني حاجة، ترك الأرض اللي تجف في الجفاف المناسب، تديني 50% رطوبة على الأقل، زي احنا برضو ما شفناها وكانت واضحة جدا في الصورة اللي احنا شفناها في الفيديو إيه اللي فات. رقم ثلاثة، زراعة البذور الجافة أو المبتلة بعد نقعها في الماء من 12 إلى 24 ساعة في جور على الخطوط الإيه المناسبة للمحصول، أو في جور في أحواض على حسب إيه المحصول. رقم أربعة، تغطية الجور مباشرة أثناء إيه الزراعة بالتراب الجاف، زي ما شفنا شتلات البصل اللي إحنا بنشتلها كده، وشفنا العامل جاي بيغطي وراه على طول وبيعمل خط ايه جديد، والعامل التاني جاي ايه وراه سرسبه بالشتلات، والتاني ايه بيغطي بالتراب ايه بالتراب الجاف اللي طلع من العزاء اللي هي عزقت لي ايه الارض. العوامل التي تحتم اتباع طريقه الزراعه الحراتي، ايه هي العوامل التي تحتم على المزارع او تحتم عليا ان انا اتبع طريقه الزراعه ايه الحراتي؟ رقم واحد، إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يعني فيها حشيش كتير، هبدأ أزرعها إيه حراتي. ليه؟ عشان خاطر عملية العزيء اللي إحنا شفناها بالعزاء أو الفرم اللي هو حاصل
هيتم من خلاله التخلص على كمية كبيرة من الحشائش اللي بدأت تنبت بعد عملية الري ايه الكذاب او الري ايه الكذابة اللي احنا عملناها ايه للري والري الكذابة، يعني انا بروي الارض بدون ايه بدون بذرة، فلذلك تسمى ري ايه كذابة. واترك الارض فترة، انا كده اديت فترة سماح لبذور الحشائش انها تنبت، سواء كانت حشائش رفيعه او عريضه، هاجي بالعزاء او المحرقه تحرتها، وهاجي بدر التقاوي بتاعتي ايه على النظافه، يبقى انا هنا تخلصت من جزء كبير من الحشائش بتاعتي. النقطه اللي بعد كده، اذا كانت الارض غير مستويه، يعني ارض فيها علوات وفيها ايه مش مستويه، فانا بزرع ايه هنا ايه حراتي علشان خاطر ايه اقدر اشوف الاماكن اللي هي عاليه فين والواطيه فين، واقدر اعمل لها عمليه تلويط او عمليه تسويه في وجود ايه الميه، وابدا ازرع الايه الارض بتاعتي. رقم ثلاثة، اذا كان ميعاد الزراعه مبكرا، يعني انا لو مبكر في الزراعه هزرع حراتي، لكن لو مؤخر هزرع ايه عفير، لان قلنا العفير هي طريقه اسرع فين في الانبات، فبالتالي انا الوقت عندي اتاخر، فانا هزرع ايه عفير علشان خاطر الحق ميعاد الزراعه ايه بتاعي. النقطه اللي بعد كده، اذا كانت التقاوي حساسه للري كما في فول الصويا، يعني ايه حساسه للري؟ اشمعنى الفول الصويا؟ قال لك لان تقاوي الفول الصويا تحتوي على نسبه عاليه من الزيت. معظم المحاصيل الزيتيه تزرع بطريقه ايه بالطريقه ايه الحراتي، خصوصا الفول الصويا فيها نسبه عاليه من الزيت والبروتين، فبالتالي اول ما هي تنزل عليها كميه ميه كبيره هتبص تلاقيها عفنت وباظت ايه منك. رقم خمسه، اذا كانت الارض ثقيله وخاليه من الاملاح، يعني عندي الارض خاليه من الاملاح هزرع حراتي، عندي ارض فيها ملوحه ما ازرعش حراتي. الارض اذا كانت نسبه الملوحه بتاعتها عاليه ما ازرعش حراتي، ازرعها ايه؟ ازرعها عفير. وقلنا هزرعها عفير ليه؟ لان ميه الري اللي هي هتنزل على البذره ديت هتدوب لي الاملاح وهتصرفها في بطن ايه التربه بعيد عن مركز البذره او بعيد عن مهد إيه؟ البذره اللي هيتنبت ايه فيه. مميزات الزراعه الحراتي، ايه هي مميزات الزراعه الحراتي بقى؟ تعالوا نفكر مع بعض ونشوف انا لما زرعت حراتي ايه اللي حصل. رقم واحد، مقاومه النباتات المنزرعه بها للرقاد بسبب عمق الزراعه. طبعا البذره نزلت على عمق كبير، النبات هيطلع نبات قوي، الجذر بتاعه ايه مدفون في الارض جامد، فهيقاوم ايه الرقاد، خصوصا لو انا زرعت القمح ايه بالطريقه ايه الحراتي. وهتلاقي مصطلح في زراعه القمح بالطريقه الحراتي باسم تخدير، تم زراعه القمح تخدير، تخدير يعني تم زراعته ايه حراتي. النقطه اللي بعد كده، تساعد على مقاومه الحشائش النابته قبل الزراعه، زي ما اتفقنا ان انا بروي الارض ريه كدابه، فانا بسيبها فتره علشان تجف تديني 50% رطوبه لحد 50% رطوبه، فده بيدي فرصه لانبات كميه كبيره من بذور الحشائش اللي موجوده عندي، وبدا اي حرتها وتقليبها ايه بالمحرات استعدادا ايه للزراعه. ثلاثه، تستخدم مع المحاصيل الحساسه لزياده كميه المياه عند الزراعه في الاراضي الثقيله وعند الري بالغمر، يعني زي ما اتفقنا محصول الفول الصويا ما ينفعش ازرعه ايه كده عفير على طول، نسبه الانبات بتاعته هتقل، فانا هستخدمه ايه في الزراعه ايه الحراتي علشان البذره بتاعته تحتوي على نسبه ايه عاليه من الزيت والبروتين، فاذا هنا البذره بتاعته ايه حساسه لكميه ايه الميه. اربعه، تجانس حجم الحبوب، دايما الحبوب اللي هي المحاصيل اللي زرعت حراتي بتكون حجم الحبوب متجانس وكبير وحجمها واحد، ما فيهاش كبير وصغير. على سبيل المثال احنا لو خدنا محصول الرز، محصول الارز، لو انا زرعه بدار وشفت المحصول الناتج ومسكت الحبوب هلاقي فيه حبات، حبات كبيرة وحبات صغيرة وحبات متوسطة، هقسمها لثلاث حاجات، ولكن لو أنا زرعه شتل هيطلع حجم الحبوب إيه متجانس، بتطلع حجم الحبوب حجمها إيه؟ واحد قريب كلها إيه؟ من الحجم مع بعضها، ودي صورة من صور اللي إحنا بنفرق بها إيه؟ طرق الزراعة، يبقى عندي تجانس حجم الحبوب فين؟ في الطريقة إيه؟ الحراتي. عيوب الزراعة الحراتي، إيه هي بقى العيوب؟ إحنا شفنا المميزات. العيوب اعكسها تبقى معاك ايه عيوب. اول حاجه رقم واحد، انخفاض نسبه الانبات لقله الرطوبه في التربه. لو انا اخرت احنا بنقول ايه ان انا بسيب الارض تجف لحد محتوى رطوبه حوالي 50%، طب انا لو طولت اكتر من كده بقت 40 بقت 30، جيت زارع نسبه كبيره من التقاوي عندي ايه مش هتنبت. ليه؟ لان ما فيش نسبه الرطوبه الكافيه اللي هي هتعمل لي عمليه ايه الانبات لكل ايه البذور في التربه. رقم اتنين، زياده كميه التقاوي اللازمه للزراعه. انا بزود كميه التقاوي لما ازرع حراتي، ليه انا زرعت زودت التقاوي؟ لان فيه بعض التقاوي هتنزل على عمق كبير وهتنزل عليها التربه تتكبس، هتقعد تنبت، هيكون الجنين
غير قادر، او الريشه غير قادره على اختراق الطبقه ده كلها الكبيره ديت من الارض علشان يطلع فوق ايه؟ سطح التربه، فبالتالي يبدا ايه؟ يموت. فانا بزود انا كميه التهوي بتاعتي علشان خاطر لو في كميه اتدفنت تحت وما انبتتش معايا تبقى الكثافه، احافظ على الكثافه النباتيه ايه عندي فين في الارض بتاعتي. رقم ثلاثة، عدم انتظام ظهور البادرات فوق سطح الارض لاختلاف اعماق وضع التهوي. زي ما اتكلمنا ووضحنا ان العمق بيختلف، اول ما تنزل البذرة عندي على اعماق، لو نزلت على عمق كبير هتموت ومش هتنبت، اللي على عمق اعلى شويه هتبص تلاقي بدات ايه تنبت وبدات تخترق، بس هتاخد ايه يوم او اتنين، ولكن اللي على السطح خدت يوم. يبقى الفرق ما بين ظهور البادره ديت والبادره ديت هيبقى فيه ايه ايام، يعني ممكن الارض نسبه الانبات بتاعتي اخدها على الارض بعد 7 ايام او 8 ايام ايه من الانبات. ليه؟ لان بدي مجال او فرصه للبذور اللي هي نزلت على اعماق انها ايه تستطيع ان تخترق ايه وتطلع فوق سطح التربه، علشان احسبها من ضمن ايه النسبه المئويه ايه للانبات وحساب ايه حساب الكثافه ايه النباتيه بتاعتي. رقم أربعة، صعوبة استخدام الآلات الزراعية في الزراعة، خاصة الزراعة ايه على خطوط. يعني أنا لو هزرع على خطوط مش هقدر استخدم الآلات ايه الزراعية زي السمادة أو البلانتر أو إضافة ايه السماد، أو هستخدم الآلات اللي هي هتجري عملية ايه الحصاد. طيب اهم المحاصيل التي تزرع بهذه الطريقه ايه؟ الحمص، الفول البلدي، العدس، القمح. حمص، فول بلدي، العدس ايه القمح، والفول ايه الصويا، من اهم المحاصيل اللي بتزرع بالطريقه ايه الحراتي، خصوصا لو بصيت هتلاقي الحمص والعدس من المحاصيل الحساسه جدا ايه للري، فبالتالي تزرع ايه حراتي. ثالث نوع معايا من طرق الزراعه المتبعه في مصر، طريقه الزراعه في وجود الماء. احنا اتكلمنا عن طريقتين اللي هي الزراعة العفير والزراعة ايه الحراتي. تالت نوع معايا هو الزراعة في وجود المية. احنا اول طريقة ما كانش فيه مية خالص، الطريقة التانية كان فيه مية نص نص، الطريقة التالتة المية فعلا ايه موجودة معايا في طريقة الزراعة ديت. تعالوا نشوف تعريفها. تعريف طريقة الزراعة في وجود الماء هي وضع التقاوي في ارض بها نسبة رطوبة عالية ثم ريها، او هي وضع التقاوي في ارض بها ايه نسبة رطوبة ايه عالية ثم ايه ريها، يعني ارض تم موجود فيها المية ورويتها. انواع طريقة الزراعة في وجود الماء، طبعا الزراعة في وجود الماء فيها ايه انواع، في بدار على اللمعة، في بدار بس، في شتل، في حاجات ديت هنعرفها مع بعض ايه من خلال شرحنا ايه للطريقة ديت. اول طريقة معايا من انواع الطرق ديت رقم واحد بدار على اللمعة. بدار على اللمعة يعني ايه بدار على اللمعة؟ هتلاقيها في محصول البرسيم المصري اللي انت هتدرسه في الترم ده في الفصل الدراسي ده، انه يزرع بدار ايه على اللمعة. يعني ايه على اللمعة؟ يعني انا مليت الارض زي ما هي باينة في الصورة كده مية، خليت عمود المية من 5 ل 10 سنتي وبدأت ابدر البذرة بتاعتي ايه في المية ديت. طيب تعالوا نشوف، بص معايا في الصورة ديت في الفيديو ده هيوضح لي ده عمود المية. خلي بالك الارض لما اتملت ميه بقت زي المرايه، اصبح عندي ايه لمعه، في وميض بيحصل كانك ماسك ايه مرايه، عشان كده تم تسميتها ايه زراعه على اللمعه. يبقى زي ما حضراتكم شايفين معايا ابنائنا الطلبه الاعزاء شكل الميه وهي موجوده ايه في الارض، وضحت الاماكن العال المرتفعه والمنخفضه، وادي اللمعه واضحه جدا في الارض بتاعتي علشان خاطر ازرع البرسيم بتاعي. عمود الميه اللي انا خليته في الارض ديت من 5 الى 10 اي سنتي حسب نوع ايه نوع التربه وقدره ايه احتفاظها ايه بالميه، وبعد كده ابدا ابدر ايه التقاوي بتاعتي. يبقى ديت الزراعه في وجود ايه الماء، وهستخدم رقم واحد بدار على اللمعه من ايه من طرق الزراعه في وجود الماء. تعالوا نشوف النقطه اللي بعد كده، البدار على اللمعة تستخدم هذه الطريقة في البرسيم المصري. طب تستخدم ازاي؟ بص معايا ادي الارض مليانة مية، شوف وادي العامل بيبدر تقاوي البرسيم في الارض في وجود المية زي حضراتكم ما شايفين. يعني احنا شفنا الارض دلوقتي في الزراعة في وجود المية وهي عمود المية من 5 الى 10 سنتي وكانت واضحة جدا اللمعة، وادي احنا دلوقتي بنعمل ايه بنزرع البرسيم بتاعنا، طريقة الزراعة على اللمعة، بدار على اللمعة.
ادي تقاوي البرسيم بيتم ايه بدرها في الارض، وزي ما حضراتكم شايفين الصورة بتوضح اكتر من الكلام. لما تذكر قدامك طريقة الزراعة بدار على لمعة، ادي بدار على لمعة زي حضراتكم ايه ما شايفين. النقطة اللي بعد كده بدار في وجود الماء. يعني ايه بدار في وجود الماء؟ البدار اللي في وجود المياه انا بستخدمه في زراعة الارز، في زراعة ايه الارز. يعني انا مش محتاج ان انا عمود المياه يبقى ايه كبير شوية، ان انا يعني في البرسيم الارض كانت مليانة وباينة وواضحة عاملة زي سطح المراية عندي، فعاملة لي ايه لمعة، فاحنا سميناها بدار ايه على اللمعة. ولكن البدار في وجود الماء انا بخلي الارض فيها مية وابدأ ايه ابدر التقوي بتاعتي فيها زي محصول ايه الارز. لو انا متأخر في الزراعة ببدأ ازرعه ايه بدار في وجود المية. وتستخدم هذه الطريقة عند زراعة الارز بالطريقة البدار، حيث ان بذوره متوسطة ايه الحجم. رقم ثلاثة من ثلاث أنواع من أنواع الزراعة في وجود المياه، الزراعة الشتل. وتستخدم هذه الطريقة عند زراعة الأرز بالطريقة إيه الشتل. يعني أنا هزرع أرز هزرعه شتل، يبقى هنا إيه في وجود المياه الشتلة محتاجة إيه مياه. إن أنا هزرع مشتل وهاخد النباتات بتاعتي من المشتل أو البذرات من المشتل وهبدأ أزرعها وأغرسها إيه في الأرض. تعالوا نشوف مع بعض، ده شكل بيوضح لي عملية إيه الشتل الإيه للأرز. الصورة العامل زي ما انت شايف او المزارع ماسك الشتلات ويبدأ يغرسها في المية في وجود المية. دي طريقة صورة بتوضح لي زراعة ايه الارز. في صورة تانية بتوضح لي زي ما حضراتكم شايفين مجموعة برضو بيزرعوا بيشتلوا ايه الارز بتاعهم فين في وجود ايه المية. طيب في حاجة تاني زي ما انتم شايفين، لو انا هشتغل على الخيط بحيث ان انا هخلي الشتلات بتاعتي على ايه على صفوف، مجموعة من المزارعين والعمال بيقوموا برضو بشتل ايه بشتل محصول الارز في وجود المية. طيب بص معايا الفيديو ده بيوضح لي اكتر طريقة شتل الارز في وجود الماء. ديت احنا من المحاصيل الحقلية بتاعتنا شتل الارز في وجود ايه المية. احنا دلوقتي بنشتل ايه رز. يعني ايه شتل رز؟ يعني انا مليت الارض بتاعت ميه وقلحت الشتلات بتاعتي وموزعها في الارض زي ما حضراتكم شايفين في الصوره ورا كده، موزعها في اكوام، وتبدا العاملات او العمال بشتل ايه الارز ده الشتلات دي. طيب تمت العمليه دي ازاي؟ ان انا بجهز ارض المشتل بيساوي عشر المساحه اللي انا هزرعها بحوالي 35 الى 40 يوم من ميعاد شتل ايه الارز. بعمل المشتل بتاعي بجهزه وابدا ابدر فيه التقاوي، واول عمره ما يوصل معايا ل 35 40 يوم ابدا اجهز الارض بتاعتي، احرتها احط لها سمادي المناسب، وابدا اقلع الشتلات بتاعتي بعد ما اغمر الارض بالميه واوزع شتلاتي في الارض زي ما حضراتكم شايفين، وابدا ايه بعمليه الشتل. احنا العمليه اللي هي بتتم قدامنا ديت زراعة الأرز إيه بطريقة الشتل. دي زراعة الأرز بطريقة إيه الشتل زي ما حضراتكم إيه شايفين وواضح معايا إيه في الصورة. دي عملية إيه الشتل واضحة قدامي، كل نبات كل مجموعة نباتات زي ما حضراتكم إيه شايفينها كده بتتم توزيعها إيه في الأرض بتاعتنا. طيب النقطة اللي بعد كده صورة بتوضح لي الزراعة الشتل بالآلة. اللي فات كان شتل بإيه شتل يدوي. طيب الشتل عندي شتل هنا بنشتل رز ايه بالآلة. طيب تعال نشوف مع بعض الفيديو ده هيوضح لي طريقة الشتل بالآلة. يبقى انا عندي نوعين من انواع الزراعة الشتل، زراعة يدوي وزراعة باستخدام ايه الآلة. باستخدام الآلة ان انا بجيب الصواني بتاعتي صواني الشتلات، وتكون التقاوي بتاعتي مش موجودة في مشتل، لا موجودة في صواني اللي هي الشتلات بتاعتي، ويتم تركيبها في المكنه زي حضراتكم ما شايفين في اللي هي ايه آلة الشتل، ويبدا العامل او المزارع استخدام الآلة في زراعه ايه شتلات الارز. هنشوف مع بعض هيوضح لنا عمليه ايه الشتل. هو نازل الارض بعد ريها بالميه ووجود الميه هيبدا يزرع معانا ايه الارز هنا ايه بشتل. هتبدا تشتغل وهتبدأ الملاقيت بتاعتها تبدأ تسحب من الشتلات وتعمل لها عملية
غرز فين في الأرض، وهتشوف معانا في الفيديو دلوقتي هيوضحها. أول ما يبدأ عملية الزراعة أهو، تمام، عمل المؤشر دي اسمها مؤشرات اللي نزلت في الجناب ديت، اللي هي بتوضح له المسافة اللي هيرجع عليها في العودة أو في المرة إيه قادمة. والمكنة هنا بدأت تشتغل، بدأت الشتلات تظهر ورا إيه المكنة زي حضراتكم ما شايفين، وشايفين الملقاط بيسحب الشتلة إزاي وينزلها إيه في الأرض. يبقى إحنا كده شفنا مع بعض في الشتل أزراع الشتل اليدوي والشتل باستخدام إيه الآلة زي حضراتكم ما أنتم شايفين معانا إيه في الصورة اللي هي بتوضح لنا الشغل إيه ده دلوقتي. طيب احنا دلوقتي مميزات الزراعة شتل، ايه هي مميزات الزراعة شتل؟ ايه هي الميزة اللي عادت عليا من عملية الزراعة ايه شتل؟ مميزات الزراعة شتل تعالوا نشوفها مع بعض. رقم واحد، توفير مساحة من الارض يشغلها محصول اخر لمدة نحو شهر على الاقل. مش احنا اتفقنا وقلنا ان انا بجهز المشتل، المشتل بيساوي عشر المساحة اللي انا هزرعها. لو انا هزرع 10 فدادين ارز، فانا هجهز فدان لل10 فدادين مشتل. يبقى توفير مساحه من الارض يشغلها محصول اخر لمده نحو ايه شهر ايه على الاقل. رقم اتنين، توفير كميه التقاوي وكميه المياه ايه المستخدمه. يعني انا وفرت كميه تقاوي وكميه مياه مستخدمه، بدل ما انا اخد كميه الكميه كلها وبدرتها في الارض واستنيتها لما تطلع، لا انا خليتها في المشتل وبدات اوزع على مسافات ايه مسافات ايه منتظمه. يعني انا نظمت مسافات ايه الزراعه. رقم أربعة، استبعاد الحشائش والنباتات الغريبة عن الشتل. يعني أنا لو عندي حشائش نمت في المشتل ممكن أستبعدها إيه عن الشتلات إيه بتاعتي. رقم خمسة، انتظام مسافات الزراعة بين إيه النباتات. انتظام مسافات إيه الزراعة بين النباتات. تتحمل الشتلات الملوحة، الشتلة عندي بتتحمل ايه الملوحة ليه؟ لأنها نامية في مية، والمية بتدوب ايه الأملاح وبتصرفها ايه مع مية الصرف، أو بتصرف ايه جوفي في باطن ايه الأرض. ستة، سهولة الري والصرف حيث زراعة الشتلات على مسافات يساعد على سهولة سريان الماء بين النباتات. يبقى دي مميزات الزراعة ايه الشتل. يبقى احنا في حلقة النهاردة احنا اتكلمنا مع بعض عن طرق الزراعة في مصر، واتكلمنا عن أهم 3 طرق رئيسية. رقم واحد أو الطريقة الأولى كانت الزراعة العفير، وعرفناها إيه هي الزراعة العفير، قلنا هي زراعة بذرة جافة في أرض جافة ثم الري، واتكلمنا على أنواع الزراعة العفير، قلنا في عفير بدار، عفير في جور على خطوط، عفير تسطير، في عفير في جور في صفوف. اتكلمنا عن تاني نوع من أنواع الطرق، الطريقة الزراعة إيه الحراتي، وعرفنا ايه هي الزراعة الحراتي، قلنا هي زراعة بذرة تم نقعها او كمرها في الماء في ارض سبق ايه ريها، وتحتوي على نسبة رطوبة حوالي 50% ايه للانبات. واتكلمنا عن انواع الطرق الزراعة الحراتي، برضو فيها تسطير وفيها فجور على خطوط وفيها ايه في صفوف. تكلمنا بعد كده على ثالث نوع من انواع طرق الزراعة المتبعة في مصر، واتكلمنا على الزراعة في وجود ايه المية، وزراعة في وجود المية اتكلمنا عن 3 طرق رئيسية فيها، اللي هي بدار على اللمعة، وشفنا فيديو بيوضح لنا زراعة البرسيم، وقلنا بدار في وجود المية، واتكلمنا عن محصول الأرز اللي هو ايه بيتم فيها. وتالت حاجة اتكلمنا اللي هو الزراعة ايه في شتل، وشفنا انواع الشتل، الشتل اليدوي والشتل ايه الالي، ان انا بزرع مشتل وباخد النباتات من المشتل، بعد ما بروي الارض في وجود الميه ابدا اغرس ايه الارض بتاعتي. وعرفنا مميزات وعيوب كل طريقه معانا النهارده، وبكده هيكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، ونقول ان شاء الله نشوفكم في الحلقات الجايه، وباذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.